صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا عاهدت الله تعالى على شيء مثل قولي أعاهد الله أن لا أفعل هذا الشيء ثم نقضت ذلك العهد، فهل في ذلك كفارة؟ نعم، هذا يمين، العهد يمين. فإذا عاهدت الله أن لا تفعل شيئا ثم فعلته وجبت عليك الكفارة، فعلته متعمدا، ما لو فعلته ناسيا أو مكرها ليس عليك كفارة. نعم.